رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع رفض إلغاء السوبر المصري وتحديد موعده بعد 9 يناير. سوبر كورة، مصر تقترب من مواجهة نيجيريا وديا في مارس. الفجر، الجبلية تستقر على تواجد أجياري بالاحتفالات في الكاف. فيتو، قيادات الرياضة والداخلية يحسمون ملف جماهير أمم أفريقيا 2019. البوابة نيوز، أبو ريدة يجتمع بلجنة الكاف لفحص ملاعب أمم أفريقيا 2019. الفجر، المنتخب الأولمبي ينهي الاتفاق على مواجهة هولندا وديا. الشروق، النني عن منافسه في أرسنال، إضافة كبيرة للفريق. في الجول، تقرير إيطالي، روما وبارما يراقبان، لاتسيو يريد ضم تريزيجيه. سكاي نيوز، لأول مرة مصر في نهائي مونديال الأندية. رسميا أولي سولسكار مدير فني لمانشستر يونايتد. سبورت 360، ريال مدريد يتلقى الضوء الأخضر لضم بلاسيس. كورة، برشلونة يكشف حقيقة اتفاقه مع رابيو.